لا تبنى قطر من دونكم، وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات، فثمة قطاعات كاملة وحيوية للدولة من مجال الأمن والجيش والشرطة وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي، نحتاج فيها إلى شباب قطريين. دام عزش يا قطرنا على مر السنين، دامت أفراحش ودمتي على نهج النجاح، حاك مش معروف بالجود والفكر الرزيل، لبسش من جود كفه من العزة وشاح.